صباح الخير. صباح الخير. دخيلك لانه رز وشعيريه وشوربه وهيك غيري لنا شوي جو. بدنا نطفي على الاخر. غدا الحقيقه البوزه انا بحسها ملكه الصيف. هي 365 يوم اذا بدك ملكه كمان لكثير من الاشخاص وخاصه هلا بفصل الصيف، وكثير من الاشخاص حتى بيقولوا لي بالنسبه للحلو بعد الافطار بوزه. بقى اليوم مخصصنا الحلقه للبوزه لنحكي تحديدا شو الفرق بين او كيف فيها تكون البوزه صحيه، كيف فيها تكون مش بس صحيه من ناحيه السعرات الحراريه قديش فيها سكر او دهون، بس كمان قديش بتحتوي على مواد طبيعيه او لا، لانه لسوء الحظ ثلاث ارباع اذا مش 99.9% من انواع البوزه اللي بتلاقيها بالسوق معبيه ملونات نكهات اصطناعيه وسكر. هلا قبل ما نرجع نحكي بالتفصيل بس رح نفسر كيف مفروض تنعمل. تنعمل. لانه كمان بكيف مفروض ننقي. هلا بنرجع يعني نحكي بعدين ضرر اذا فينا. هلا بالاول بس نشوف اصلا البوزه لتكون بوزة طبيعية من دون مواد اصطناعية كيف لازم تنعمل، منشوف بهالريبورتاج. الفرق الكبير بين البوزة التجارية وبوزة جودة عالية انه البوزة التجارية بتحوي على كميات كبيرة من البودرة المستخرجة من الفواكه، فيها اكيد كمية كبيرة من السكر ومواد ملونة، اما البوزة الطبيعية هي اللي مستخرج منها كل انواع الفواكه الطبيعية ندخلها كمية قليلة من السكر. رح نعمل هلا قدامكم بوزة طبيعية اللي هي مؤلفة من توت طبيعي، كمية قليلة من السكر والمي، والمي اللي هو مؤلف عندنا من القطر، نحط له كمية قليلة من السكر ونحطه على النار. اما انا كنت محضر هالشيء مجهزه يلي هي هيدي اسمه القطر، بنوضع القطر هون بهالحله الصغيره، بنجيب التوت طبيعي بهالطريقه، بنمزجهم ببعض منيح منيح، نتركهم ليسقعوا حوالي الربع ساعة ونحطهم بالمكنة. صار في عنا بوزة طبيعية من الفواكه الطبيعية، وهلأ نجي على المكنة منضيف البوزة حوالي نص ساعة لثلاث ارباع ساعة. وموجود معنا بوزة الفواكه مؤلفة من فريز ومانجا، بوزة الاكزوتيك، بوزة البينات اللي هي نكهة جديدة اشتغلنا عليها، بوزة الشوكولا وبوزة الحامض. كمان في عنا البول بوزة بهذا الشكل، الستيك شوكولا. اكيد فينا يكون نعمل ستيك على فريز، ستيك على فانيل، فينا نكهة على كذا نكهة ويدخل له الشوكولا والبندق. وهلا رح نروح على مكينة البوزة ونفضي البوزة اللي اخذت معنا حوالي نص ساعة تجهزت بهالطريقة. نطفي المكنة، نفتح باب المكنة مثل ما شايفين، وبرجع بذكركم انه البوزه الموجوده عندنا معموله من فواكه طبيعيه مطحونه بدون ملونات بدون مواد حافظه. في عندنا بوزه الفانيل، بوزه التوت، بوزه الفريز، البينات، المانجو والشوكولا موجودين عندنا بالنص كيلو. هينه يعني اذا واحد بيشوفها هيك فيك انه فيك تعمليها بالبيت اذا كان عندك سوربوتيير او المكنه اللي فيك تعملي فيها. اذا واحد ما عنده اعطينا هيك تبقى، اذا الواحد ما عنده بيقدر يعملها الخلطه نفسها. يحطها اذا بدها، هي المشكله انه وقت تحطيها الثلجية بجمع فيها قطع من الثلج وبتصير صعبه انه تكون هيك تمغط مثل ما بيقولوا. من هيك الطريقه عاده التقليديه اللي بنعملها، لانه كل ما تثلج شوي نرجع بنطلعها ونخلطها ومنحطها. طبعا هلا في مكانات سعرها مش مرتفع فينا نصنع فيها كل انواع البوزه، او مثل ما قلتي غاده، وكنا انا وغاده كثير نعملها وقتها كانوا الاولاد اصغر، بس هلا كمان بيحبوا. بس نعصر الفواكه، اي نوع من الفواكه، نحطه بتتذكري الكون لستكس او حتى بمكعبات الثلج، يعني بجاروره الثلج تحط فيها كمان عوده صغيره، وعم ناخذ بوزه خاليه من الملونات. وطبعا
انت بتتحكمي بكمية السكر اللي حطيتيها فيها. هلا المشكلة اللي نحن عم نصادفه انه البوزة المعمولة بالأسواق، هلا بيقولوا لك بوزة طبيعية مصنوعة من الفاكهة الطبيعية، إنما إذا مش مصنوعة من البودرة مثل ما قال الشيف ريشار بنوجه له تحية مثل ما بيعملها هو بكارلاس جود فود، عادة بحطوا وقتها تحس بأنه مثل ما شفتي عندك بدك تطلعي كيلو من البوزة، بتجيب كيلو من الفواكه بالضبط ايه، وكيلو من الفواكه بتزيدي له نسبه السكر اللي انت بدك اياها. طبعا انا مثلا بعدل كميه السكر لانه عم نحسب قديش الواحد لازم يطلع له سكر، لان هيدي البوزه لازم تكون قليله السعرات الحراريه وبالتلجية. هلا اوقات كثير بتشوفي انه مثلا لون الفراز وانه هالاحمر القوي لانه ما بتحطي له ملونات وبتتكلي على شو بتلاقي بالسوق، بينما مثلا التوت لان على طول لونه قوي بتلاقي توت لونه داكن. نفس الشيء اذا بدك تعملي بوزه على فستق بتلاقي بالاسواق بوزه على فستق لونه اخضر، ولا ممكن تطلع البوزه على فستق لونه اخضر اذا عم تحطي فستق مزبوط لانه ما بيلون هالقد، بيكونوا حاطينه ملونات. فاول شيء بدنا نخاف منه هو الالوان القويه الكتيره للبوزه، مثلا بوزه الحامض ما فيها تكون صفراء لانه الحامض وقتها تعصريها تصير حامض اصلا يعني انجا هيك اذا شيء بسيط يعني اكثر بسيط. بتطلع بيضة من صفراء، وبتلاقي انه مثلا بدل ما يحطوا كيلو من الفاكهه بيستعملوا ربع كيلو من الفاكهه الطبيعيه او من معجون الفاكهه، والباقي بيكون الوان اصطناعيه ومنكهات اصطناعيه. انا عملت حضرت تابلو بس لنفرج الفرق بين البوزه التجاريه والموجوده اللي ممكن تكون اكثريتها موجوده بالاسواق، او البوزه اللي هي جودتها مضبوطه، وبتشوفي تقريبا الفرق، او بنسميها البوزه الطبيعيه مثل ما نحن بنعملها اذا بدك بالبيت، بتحطي بس فواكه وشويه يعني سكر من دون ملونات ابدا. اجمالا وقت تفكري يعني بدي يبين معنا التابلو، اول شيء بنفكر بالسكر. وقت تستعملي البوزه الطبيعيه ما مفروض تزيد نسبه السكر عند 10% يلي انت بتضيفيه لتحلي شوي الفواكه، يعني هو لازم قد ما في تتكلي على حلاوة الفواكه. وهلا يعني بموسم الفواكه اجمالا قليل اللي بيبقى حامض بعده، باستثناء يمكن الفراز، بس اذا قلتي لنقول مانجا، اذا قلتي شمام، اذا قلتي التوت والفراز بيحملوا شويه، فيك تحطي 10% سكر لتحليهم. بينما بالبوزه التجاريه بتلاقي تقريبا ممكن توصل لل 50% من هالبوزه سكر، يعني حتى ولو كانت سوربي، وهلا بنحكي عن السوربي، سوربي بس في فواكه سكر. بس انتبهوا في سكر كتير، يعني ونحن بنقول للاشخاص اللي عم ينتبهوا على وزنهم ما تاخذوا بوزه حليب او اشتخذوها سوربي لانه بس فواكه، بس انتبهوا فيها سكر كتير، يعني ممكن لحد 50%. طبعا ما بالبوزه الطبيعيه ما في ملونات، ما في مواد حافظه، انما طب كل الاصناف الاخرى اللي هي بتكون مصنعه تجاريه ثلاث ارباع ملونات ليعوضوا عن نقص الفواكه او ليقووا اللون. اذا اضطرينا يعني واحد بده يروح، بيروح على اشياء بدون ملونات، يعني بيروح بنقي فاني شوكولا تنقول صحيح. او هو كمان بس حتى هلا الفاني والشوكولا مبدئيا ما مفروض، لان الفاني ابيض والشوكولا الكاكاو بلونه. هلا بس المشكله الاساسيه بهالاصناف انه بدك تنتبه على السعرات الحراريه، اذا بتطلعي على التابلو خلينا مشكله كارلا لا بس لتشوفي انا قبل السعرات عرفتي، انا قبل بس لخلص من التابلو هلا بجاوبك، بس لنخلص من التابلو وقت نحكي سعرات حراريه. طبعا لانه عم تستعملي سكر كثير، وكثير اوقات عم بتحطي وقت تكون حليب كامل الدسم وكريمه والى اخره، ممكن توصل السكوب الواحده البول لحوالي 300 سعره حراريه، بينما بالاصناف اللي هي طبيعيه ما زيتي لها سكر كثير السكوب بتكون حوالي 60 وحده حراريه. ليه؟ لانه انت عم تحسبي كانك عم تاخذي حبه فواكه مش اكثر، طبعا من 60 ل 100 ل 120 او 150 اذا كانت حليب بدل واحد بعد يقطع اثنين غيرون. وطبعا وقت تكوني عم بتصنعيها من حليب قليل الدسم ما بيكون فيها دهون جامده للاشخاص اللي عندهم كوليسترول، هلا بنحكي عنهم. هلا اذا انت عم بتقولي غاده يعني انا عم جرب حل مشكله ورا مشكله، بنبلش من مشكله الملونات. مزبوط، بتقولي انت اذا ما بدي اخذ ملونات باخذ البوزه على حليب او شوكولا، هيدي انا بقولها اخف
ضرر لانه اوكي ما فيها ملونات، بس بعد فيها مواد حافظه لانه ثلاث ارباع الوقت بيكون هي بتجيب البودره خالصه جاهزه محطوط فيها منكهات وبتخلطيها مع الحليب. هلا ببوزة الحليب يمكن ما في ملونات، بوزة الشوكولا كمان لا، لان الكاكاو لحاله بدي يلون، بس وقت تروح لاشياء مثلا مثل ما قلت لك الفستق، الفستق بتلاقيها لونه اخضر ليش مثلا، او في اشياء مثلا مثل الموكا، هلا الموكا مفروض القهوه كمان هي طعمتها يعني انه ايه هي تلون، بس اوقات كمان ما بتحطي كثير قهوه لانه بتمرمر وبيضل لونه مايل على فاتح بينكزوها نكزه يمكن لون اللي بيشبه الكراميل لحتى يقلب لونه للبنه. بس بنرجع بنقول نحن هلا بالنسبه للاصناف الاخرى اللي هي فيها دهون كثير، ما ننسى انه البوزه بتنعمل بعده طرق، طبعا في عندك السوربيل فرجينا تصنيعه، بس كمان في عندك البوزه يلي بتنعمل مع حليب كريم وبيض، وهيدي طبعا فيها دهون كثيره وبدنا ننتبه للسعرات الحراريه اللي فيها كثير. اصعب تحضري هلا فيك تعمليها بالبيت كمان، تستعملي تعملي طبخه مع حليب وبيض وتزيدي انت الفاني او الشوكولا اذا بتحبي، او تطحني فيها فستو او بندق او اي شيء. كل واحد بيتفنن يعني، ساعتها مثلا بيعمل قالب جاتو او قالب اي شيء ثاني، بس بده يطلع على الفريزر، على الفريزر، ونفس الطريقه بدنا كل شوي نرجع نطحنها او نحركها بالشوكه لحتى ما تجمد كثير، او نجيب سوربتيان صغيره، والا طبعا وقتها نتكل او نروح نفتش على شيء اسمه لايت او دايت ايس كريم، لان هلا موجود كثير بالسوق. كيف فينا نعرف غاده انه مزبوط هن لايت او دايت؟ ما فينا نعرف. هلا من السكر، من الطعمه طبعا ببين، من الالوان الملونات وعاده تقلبيها هيك بتجربي تقري، بتجربي تقري وقت يكون مكتوب وقت يكون مكتوب حتى اوقات اذا كان مكتوب ما بتفهمي شيء. شوف هلا ليك وقت يكون مكتوب مفروض يكون واضح، لانه عم تطلعي على السعرات الحراريه ونسبه الدهون ولائحه المكونات. أوكي. مثلا مفروض يكون حليب خالي الدسم، مبدئيا مفروض ما مفروض يكون في كريمه، لانه الكريمه ما فيها تكون لايت الكريم او اي شيء من هالنوع. واذا مش مكتوب هون المشكل، لانه شو يعني لايت شو يعني دايت ما منعرف، وهون لازم نسأل بمعظم الأوقات، لأن أنا سألت وكثير أشخاص بيسألوا شو يعني لايت شو يعني دايت، بكل صراحة بكذوب بيقولوا لك ما فيها سكر ما فيها دهن، بس كيف فيك تتأكدي؟ ما فيك تتأكدي من هيك، ما بتجربي أنه تروحي على أماكن موثوق منها بتوثقي أنه مزبوط يلي عم بيصنعوا البوزة ما عم بيكون فيها، خاصة للأشخاص اللي عندهم سكري، الأشخاص اللي عندهم يعني هيك عم بيفوتوهم على يعني على الكلمة عم فوتوهم بالحيط يعني صحيح. إذا شخص عن جد عايز لايت ودايت وهيك مثل ما عم تقولي سكري والى اخره وعنده مشاكل صحيه ونزل على اقرب سوبر ماركت اشترى شغله مكتوب عليها بس هي فعليا لا انه هيدا هلا اجمالا وقت تلاقيه مغلف ومسكر ومكتوب عليه ما بيكون غلط، لانه انت عندك دليل بايدك وفيك تروحي على اي مختبر وتحلل وتطلبي وتدفع ويحللوا لك، بس في اماكن ما مكتوب شيء، يعني ما فيك انت تروحي تقولي محطوط فيها لايت وهي مش لايت الى اخره. على كل حال نحن بس بدنا نقول انه بالمطلق انتبهوا انه خذوا كميات قليله عند الشك، حتى ولو مكتوب عليها لايت او دايت ما تاخذوا اكثر من سكوب واحد بجميع او الأحوال. بول واحده بجميع الاحوال. ميرسي لك، شكرا لك كارلا، رح نرجع نلتقى فيك اكيد بهاليومين، انما هلا بريك وبنرجع منتابع.